الرحيم، فاثناء تنعطيو انطلاقه ديال قافله مقاومه ديال ضد كورونا. وهذه القافله ديال المقاومه، علاش خدينا كلمه مقاومه؟ هي تتحيلنا على الاجداد ديالنا اللي كانوا تيقاوموا في الاستعمار، وتنقولوا للعالم بان المغاربه راه في الدم ديالهم المقاومه، راه ديما مفتاحين وديما يقاوموا لا الداء ديال الفيروس لا الوحده الوطنيه اي حاجه. احنا مجندين وبكل قوه ديالنا راه تنقاوموا، وفي هذا الاثناء تنعطيو انطلاقه ديال قافله مقاومه ضد كورونا. وفي نفس الوقت تنحييو الاخوان ديالنا في موريتانيا اللي تيتبتوا للعالم بان موريتانيا والمغرب راه هما واحد، شعب واحد، راه ما يمكنش تفصل الجسد عن الروح. وتنشكرهم بزاف، ورغم ان المخاطر ديال كورونا حاولوا جاوا ويكونوا معنا مجندين في هذه القافله ديال المقاومه. وغادي ندوز الاخ ممثل ديال تجمع شباب نواديبو الكلمه من بعد منا غادي نعيش تضامن اجتماعي في كلمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبيه الكريم. انا ممثل تجمع شباب نواديبو من موريتانيا. أتيت إلى بلد المغرب، يعني بلدي الثاني أو بلدي الأول، لكي أؤازر إخوتي في هذه المحنة التي هي تجتاح جميع البلدان. وإن شاء الله بدأنا اليوم في هذه الحملة، وكما نسميها أنها حملة مقاومة ضد فيروس الكورونا، هذا الفيروس اللي قاتل. ومن هذا المنبر أشكر جمعية الحكامة والتضامن الاجتماعي بالمحمدية على الجهود الجبارة التي قامت بها من أجل تحسيس المواطن بخطورة هذا الفيروس، ونحن معها بإذن الله تعالى في كل كبيرة وصغيرة، ومع الشعب المغربي الشقيق. نحن الشعب المغربي والشعب الموريتاني جسد واحد، واحد دم واحد لا يفصلنا أي شيء. وهذه الروح هي التي دفعتني أن أتحدى الحدود وأتحدى الكورونا لكي أساعد إخوتي في هذه المحنة. بقينا متماسكين مع بعضياتنا، وطبقنا قرارات الحكومه اللي هي في الصالح ديالنا. اليوم بقطعه ثلاثه لا اعوان السلطه ولا جمعيات المجتمع المدني ديالها متجدين للنصائح. الله يجازيكم بخير، وكنشكروا النائبه ديال المقاطعه ديالنا اللي خلا فينا الاكثر في التواصل معاكم. خاصنا نعطيو ميكروس وبعدياتنا اللي تيتمنى ما يحاولش يديروا استيحاب باش يبقاو مفتوحين المحلات، لان الا مشات كثرت لينا شي حاله من خلال الاستيحام على المواد الغذائيه غادي يضطر القرار يخرج بالاغلاق. اذا الحل بيدنا حنا المواطنين، ما تساحبوش مع بعلم الحانوت. الا كنا عندنا الحانوت وبان لنا واحد اخر قدامه نوقفوه تيخرج هو عندخل انا. وراه الحل بيدنا، اما نكونوا ناجيين من هاد كورونا، واما غادي نسدو علينا ببابنا وكل واحد فينا غادي يموت وما يلقاش. وفي نفس الوقت كنشكروا قاعدة المقاطعة الحضرية بلادنا اللي مجندة معنا وجندات معنا أعوان السلطة اللي جنبا مع جنب مع المجتمع المدني اللي تابع المقاطعة في حملة تحسيسية. حنا اليوم راه أمام خطر حقيقي، راه ماشي اللعب هذا، راه تشوفوا الأخبار وتسمعوا كم ضحايا في الدول المجاورة، راه هادشي راه حقيقة ماشي كذوب. اللهم نرجو الحيطة والحذر ديالنا، ما حدنا باقي تحت ما تشوفها. واليوم حنا في إطار هذه الحملة سميناها حملة المقاومة ضد العدو، ضد العدو اللي ما تيبانش، ضد العدو اللي ما عرفناش كيفاش.
بنفسه، واحد يقرا مدارك، واحد يعلم خوته في ساحه، وغسل ديال اليدين بالصابون، وراتكم حياتك وتشرفتي تفيدي، الله يرضي عليكم، الله يجزيكم بخير. المواطنين الساكنه ديال الكرم، وقسمه ديال الكراعي كلشي التزم، الله يجزيكم بخير، الله يحفظكم. الله يحفظكم، خليوا مساحه ديال الامان بيناتكم. خليوا واحد المساحه، الوقايه خير من العلاج، الله يرحمكم والدي. الله يجزيكم بخير. الله يرحم والدي. التجار، التجار، رتبوا الناس ديالكم. قادوا الناس ديالكم الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم، خلي واحد المساحه الله يرضي عليكم. هذا الهدف يجمعوا بزاف ديال الجمعيات المجتمع المدني باش يديروا حمله تحسين استعجاليه حول هذا المرض وطرق الوقايه منه. باش نحاربوا كورونا اول حاجه نغسلوا يدينا بالماء والصابون مزيان، نستعملوا المعقمات الكحوليه، نكحكوا نطفوا المشوارات، ما نكاش وجه قبل ما نغسل، الرياضه النظام الغذائي مزيان، نتجنب البلايص العامرين، عندنا 14 يوم اي اسبوعين. القرار كيبقى بين يدينا، يا اما الانتشار يا اما الانحسار، وكلنا معا هذا الدواء على واحد سميتها مولاي عبد الله بان خاصو طبه، خاصو العنايه، خاصو العوين، خاصو طبيب واحد اللي يداوي داك الناس كاملين اللي دايزو 400 البشر ولا 300 ديال البشر. طبيب واحد ما كافيش، راه كاين الصداع والقله. الله يحسن عوان هاد الناس اللي في السبيطار مولاي عبد الله. راه بشي بنادم يمرض كاين الصداع، كاين الغوات، كاين ديبزي، كاين طبيب واحد عباد الله، طبيب واحد كي قابل 400 البشر 500 البشر في النهار، راه عيب هادشي هذا. طب واش ما كاينينش في البلاد؟ راه موجودين راهم ينعسين، واش الطبيب كيخدم نهار ويجلس يومين؟ هادي حق هذا. وبشي بنادم يمرض، بشي بنادم يخناس، بشي بنادم يدوز، هاد الناس اللي خدامين راه حسن عوانهم لا من سيكيورتي ولا من الطبه ولا من اللي كيقلبوا عليهم ولا كيدوزوا ليهم ولا كلشي. راه الصراحه السبيطار خصو 4 ديال الطبه في النهار يخدموا 4 ديال الطبه. خاصهم ماتيريال، خاصهم بزاف الحوايج، احسن عوانهم. انا هنا راه كار ديالهم كنشوف هاد العزب، الناس اللي خرجات كتبدا تسب وتنعل فيهم، راه ما عندهم حتى شي حاجه، كلشي ولا بالرانديفو. واش البلاكه بالرانديفو، الفتيح بالرانديفو، النعاس بالرانديفو، خرج ودخل بالرانديفو. الله يحسن عوان هاد الطب هادو، الله يحسن عوانهم. حتى اللي مسيرين هنا الله يحسن عوانهم، راه طابو المخ ديالهم طرطق. جيبوا لهم الطبه الا بغيتوا تقادوا هاد السبيطار وهاد المرض هذا. هادشي اللي داير راه بزاف بزاف، حاله وحده جوج ثلاثه راه لازم في النهار مشى كلشي. وتقول لنا سيدي داكشي ديال الدواء ديالكم وداك داكشي ديالكم، قولنا والسلام عليكم.